الكثيرين ممن جعلوا من شخصيته خط شروع ووصول، مصمم العالمي العراقي الموصلي البروفيسور ريان عبد الله، فلنرحب به اجمل ترحيب. الحقيقه انا اشكرك جدا من القلب، اشكر كل الحضور. احنا طبعا التاثير الاستعماري ايضا كان واضح انا ذاك. وبعدين لا تنسوا يا شباب، ترى جيبي ما كان اكو ولا فلس. كمعلم بالصف انت ما كنت تتصور، ما كنت احنا بذلك. قلت انا درست عند الاستاذ كابيسكي سالي، احاول اوضحها مشروع الجامعة الألمانية في قطر، تقديم هدية تم تصميمها خصيصا لتقديمها إلى الدكتور ريان عبد الله. أيضا يفضل الأستاذ حكم الكاتب. الحضور كان رائع في الحقيقة. أنا سعيد جدا بوجودي في هذه المدينة، وسعيد جدا بوجودي بين أهلي وأصدقائي، وسعيد جدا في هذه العملية التغييرية الجميلة. بداية المحاضرة كانت مهمة. قبل ما يشرح المحاضر هذا الموضوع يتكلم عن تجربته في ألمانيا، وهذه التجربة كان لها جذور أساسية بالنسبة للموضوع. الحقيقة يبدو المحاضر كان متأثر جدا بالظروف، يعني هو دائما أشار إلى تاريخ الفكرة، يعني دائما يقول التصميم يعتمد على عدد المعلومات وكمية المعلومات اللي حصلها المصمم. هو بالبداية ممكن يكون فن تشكيلي، التصميم هو فن تشكيلي بالأساس، لكن هناك غاية، يعني من يسوي تصميم لازم يكون عندك وظيفة، وهذا هو الاختلاف الأساسي بين الفن التشكيلي وبين التصميم. تصميم موجه يخدم فكرة معينة لصالح مشروع معين، أما الفن التشكيلي يمثل رغبة الفنان هو نفسه. يعني اليوم أقمنا في مؤسسة بيتنا للثقافة والفنون والتراث أمسية حوارية استضفنا فيها المصمم العالمي البروفيسور ريان عبد الله الموصلي، والذي يعتبر واحد من أشهر المصممين في العالم، وهو من مدينة الموصل ولأول مرة يزورها بعد أكثر من 20 عام. المصمم ريان هو المعدل والمصمم الخاص للشعار الجمهورية الألمانية، وأيضا مصمم شعار فوكس واجن والعديد من الماركات العالمية، وله باع طويل، وهو عميد كلية الفنون الجميلة في إحدى مدن ألمانيا ومؤسسها في مصر. كل هذا السيرة الشخصية وكل هذه الخبرة اليوم عصارتها على منصة المؤسسة ليقدمها للجمهور والشباب والباحثين والفنانين والمصممين الموصلين. هي فرصة أتاحتها مؤسسة بيتنا لكل المهتمين للاستماع لتجربة المصمم ريان البروفيسور ولسؤاله والاستفادة منه.